بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس السادس ما رح يختلف عن الدرس الخامس كتير من ناحية الأداء، لأنه حسب ما شفت في هذا التصحيح الأمور كتير منيحة، يعني ما حسيت في وجود أي مشكلة. فاللي بنقدر نشوف، بس نستعرض مع بعض نشوف إذا كان في تصحيحات. هي الترجمة دائما لما تكون أدوات الربط صحيحة غير الدقة يعني في الترجمة بتكون الأمور كتير منيحة. في عنا مثلا refugees and asylum seekers، هذا مصطلح رئيسي، اللاجئين وطالبي اللجوء، يعني صحيح 100%. مش شايف في أخطاء، مدور إنه على أشياء معينة، ما عم بلاقي أي خطأ في الكلام. تسلسل الجمل صحيح، مهارات الأكاديمية، مهارات الكتابة، المحاضرات الأكاديمية كله صح، يعني ما في أي غلط. فأنا مو عارف إيش بدي أحكي، يعني في أشياء يعني كان ممكن نحصلها للمستقبل، مثل استخدام كما. ياريت لو نقرأ عنه أكثر لأنه في إشكالية. في عنا إقحام حرف الواو، هذه حكينا عنها من قبل. على العموم هو الترجمة لما يكون الكلام فيها دقيق والروابط اللفظية صحيحة ما في أي شيء ممكن نقدر نعمله. الجوانب المهمة التي يقدمها، التي تعود على الجوانب، أنا مش شايف فيها أي مشكلة. يتيح هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه إمكانية تقديم الدعم للوافدين الجدد في خطواتهم الأولى. خطواتهم بتعود على الوافدين، ما فيها أي مشكلة. يمكن بدل ما نقول على الصعيد، لأن على الصعيدين الشخصي والتعليمي بيكون أكثر وضوحا. ويتيح هذا البرنامج، في عم بتكتري من كلمة كما. ياريت لو تشوفي باللغة العربية استخدامات كما، هي لها استخدام للكمبارسن يعني، وليس للعطف. ومن أبرز القيود التي تحد من نشاط هذا البرنامج عدم توافر أو إتاحة الأموال اللازمة لسفر الطلاب. يمكن سفر أحيانا تكون معناها تنقل مش معناها سفر، حسب المكان. منفضل عادة التنقل من أول. لو أردنا نغيرها بس الفقرة هاي، ولأن فرصة الفرصة إلى آخر الكلام، بفضل لو أنه كنا نحكي شيء ثاني، يعني لو كنت فكرت مثلا وبسبب كذا فهؤلاء الأشخاص مضطرين أن يعملوا كذا. هي راحت الصورة عني، ما شايفها لحتى أقدر أصلحها أكثر. صدقا أنا مو شايف أي مشكلة حتى الآن، يعني حتى ماني عارف شو بدي أحكي غير الأشياء الاعتيادية اللي ممكن نصلحها، اللي هي مثل كما وغير إنه، اللي هي كسر همزة إنه. الأشياء المفروض إنه تكوني انتبهتي لها من زمان. ومع ذلك فإن المنح الدراسي، هلا في بعد الجملة الثانية، فنحن نود أن نحث بقية الجامعات، كل هذا في ترابط سليم يعني بين الجملة الأولى والثانية، الانتقال سموث من جملة إلى جملة. وبالإضافة إلى ذلك أيضا، إذا بتحسني أسلوبك، هي كلمة الإضافة إلى ذلك هي من الأخطاء الشائعة، حتى أنا بضطر أكتبها مشان ما أفكر كتير. لكن الأصل بأنه نطلع على طرق استخدام إضافة إلى، يعني إلها، هي من الأخطاء الشائعة الموجودة بالنسبة لي. والإضافة إلى هدول وكما هي من الأخطاء الشائعة. حاولي تفكري بطريقة أحسن، شوفي مراجع اللغة شو بتحكي. تعد هي الأخرى ضرورية فهي تساعد. لاحظت تعد ضرورية فهي تساعد.
لاحظي أن برنامج التعليم، إذا في هناك شيء أنا قادر عم بفهم، يعني أنا ظللت هالآن بس عشان أقول إنه أنا عم بفهم، يعني عم بتحقق الفهم. شو هي التي تعد ضرورية؟ برامج التعليم، مما يقلل أو ما المفروض يكون ما يقلل، ومع أن إلا أن هدول ما بزبطوا مع بعض، واحدة منهم بتكون بالجملة، يعني إذا قلتي مع أن ما بصير تقولي إلا أن، إذا قلتي إلا أن ما بصير تقولي مع أن في نفس الجملة. لابد من إتاحة تلك المعلومات بسهولة أكثر. لأني أنا لغيت إلا أن، مظبوط؟ في عنا لتحت شوي هلا، وأيضا نود، عادة باللغة العربية ما بنحب نكتب الجملة اللي بدأها بكلمة مثل أيضا، أيضا حطيها لقدام، ونود أن نكتب أيضا كذا أيضا، عرفتي كيف؟ يعني هاي في النهاية بتيجي. anyways أنا مش شايف كتير في أخطاء، يعني هو إذا كان في أخطاء، على كل حال حتى بالأخطاء اللي أنت موجودة أنا ممكن أسلمها للعميل اللي طلبها دون أي مشكلة. راح أترك التسجيل الصوتي هون، راح أتوقف في هذا الكلام. جميع الأشياء اللي بظللها الآن هي ليست أخطاء إلا إذا صلحتها، وإنما هي من أجل أن أؤكد على أنه في هناك شغلات صحيحة فيها هاي المقالة. بس ننتبه أنه في الفرق بين منظمة وشبكة، في هناك يعني بالأكيرسي مهم جدا بالنسبة لنا. عدا عن ذلك هاي الأخطاء كلها ثانوية، فبتقدري أنك تمشيها. نلقاك في الدرس القادم إن شاء الله.